السلام عليكم، صباح الخير. طبعا بدأت الأجواء تكون عندنا حارة، وفي شغلة جدا مهمة اللي هي تضليل على النحل وتوفير مياه إلى النحل. طبعا ده مي النحل مضلل عليه وموجود داخل المنحل، والنحل بدأ إنه يتعود على المكان ويسحب منه المي. طبعا بعض الاخوان راحين يعني او بيقولوا ان مثلا النحل لما نخلي لهم مي في المنحل ما بيقبلوا عليه. ليه؟ لان هم متعودين على مصدر مي خارج المنحل وبيجيبوا منه مي. فللاسف يعني بطريقه جدا بسيطه، هي وضع بعض قطع ليمون في المشربيه بتاع النحل، وإن شاء الله شوي شوي النحل يتعود عليه. وأول ما يتعود عليه النحل حتشوف إنه خلاص المكان خلاص متعود عليه وبيسحب منه مي، والأمور إن شاء الله تمشي تمام. الحاجة الثانية اللي أنا عاوز أتكلم فيها اللي هي التضليل. التضليل يا إخوان جدا مهم، بالذات في المناطق اللي حرارتها كثيرة. يعني أنا مع التضليل ده، جبسنج بورد عازل، التهوية ما شاء الله جدا مهمة كمان علشان انت تخفف جهد الحرارة عن النحل. فالتضليل جدا مهم اخواني، بالذات في فصل الصيف. تضليل قدام المنحل مثل ما انتم شايفين، تضليل كامل قدام المنحل بحيث ان اشعة الشمس ما يكون متوجهة، يعني دايركت متوجهة الى خلايا النحل. احنا اليوم دلوقتي الساعة تقريبا 7 إلا ربع، وبدت الحرارة ترتفع ووصلت الى 40 درجة مئوية، ولسه 8 الصباح، يعني لسه الساعة 8 الصباح، فما بالك لما يكون في عز الظهر. فالتضليل مهم، التهوية جدا مهمة، تضليل على الخلايا بالذات الخلايا اللي يكون السقف مالها معدن او حديد زي دي بتكون بتجمع حرارة كتير. فتضليل النحل وتوفير ماء قريب من النحل راح يعطي فرق كبير وراح يخفف الجهد عن النحل. يعني انا كمان مع انه موجود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا اخويا اكبر، الله يجزيك الخير والله يبارك في عمرك يا رب. مشكور مشكور شكرا جزيلا على النصيحة القيمة. نعم نعم، الوقت دوت اللي احنا متواجدين فيه حاليا مع دخول فترة الصيف تختلف من بلد لبلد طبعا درجات الحرارة زي ما حضرتك اشرت، التظليل ثم التظليل ثم التظليل، ده اهم معضلة في بداية الصيف او عند دخول الصيف، لان بالتالي اجهاد على النحل ومشكلة كبيرة زي ما حضرتك ذكرت الله يبارك فيك. تدمير المخزون داخل الخلية، يعني لو عندي اطارين مخزون من العسل او 3 اطارات بسبب الاجواء الحارة هتكون مشكلة. اول حاجة النحل هيستهلك كمية كبيرة، تاني شيء ممكن يكون وبال على الخلية ان الاطارات تسيح والعسل يسيح في الخلية وبالتالي يؤدي لموت النحل داخل الخلية. فالله يبارك في عمرك، نشكور على النصيحة ديت. نعم التظليل وتوفير مصدر مية يكون في مكان مظلل برضو، واللي منحله ثابت يفضل وضع زير من الفخار فيه مية زي ما أشار أتوقع الدكتور خالد في محاضرة أمس. فالله يجزيك الخير يا رب والله يبارك في عمرك. لابد نهتم في الفترة ديت، واللي عنده شح في المرعى يبتدي يقدم بعض العجائن البروتينية، واللي عنده مرعى وممتاز أو حتى متوسط يقدم تغذية للخلية، طبعا تغذية مخففة كل واحد حسب يستخدم حسب المنطقة اللي هو متواجد فيها، ولكن يعني من المتوقع أن المعظم ربما يستخدم في المرحلة الحالية 1.5 مية مقابل 1 سكر أو 2 مية مقابل 1 سكر، لأن النحل ممكن ياخدها بيخزنها على صورة ترطيب الخلية أكتر يعني. فالله يبارك فيك يا أخويا أكبر ومشكور شكرا جزيلا، الله يجعلها في ميزان حسناتك يا رب.
على التنبيه في النقطة دي والملحوظة دي. الله يبارك فيك يا رب، مشكور، شكرا جزيلا يا اخويا اكبر. حياك حياك الله يا اخويا اكبر، الله يجزيك الخير. معلش نأسف، بس ده بدي التنبيه على ملحوظة برضو اخرى، وهي تقديم التغذية السكرية طبعا للي ما عندوش مواسم عسل يفضل تكون قبل اذان المغرب، علشان تفادي السرقة اول شيء. تاني شيء يكون الاجواء حتى بردت شوية، يعني احنا كنا مثلا نغذي ايام الربيع الظهر العصر الساعة 11 الصبح مفيش مشكلة. ليه؟ لأن كانت الأجواء باردة. إنما دلوقتي مع الأجواء الحارة ديت، بالتالي لو حطينا تغذية في الخلية في الغذاية مع الأجواء الحارة دي، هنلاقي التغذية كمان نص ساعة بقت كلها سخنة، أصبح بقت مشكلة. فبالتالي لابد الإشارة إن التغذية تكون قبل أذان المغرب، منها تجنب السرقة، ومنها امر اخر، وهي ان النحل على ما يتعامل معاها في وقت الليل في اجواء بارده، بيجي بحيث يجي الصباح يكون النحل خلص التغذيه واستفاد منها. فلا بد الاشاره للشيء دوت، ما حدش يجي مثلا يقول ده انا هغذي مثلا الساعه 11 الظهر 12 الظهر 1 الظهر في الاجواء الحاره، بالتالي هتكون مشكله، تكون مشكله التغذيه تسخن، تخش في مرحله انها تتخمر، تبقى مشكله على الخليه وامراض. مشكور يا اخويا.